الظلمة يطلق سهما، وين يوصل مو معلوم. العقول العشرة سهم في الظلام، واحد يقعد في غرفة المغلقة ويفكر ويخترع نظرية العقول العشرة والعقول الطولية والعقول العرضية وعالم المثل اللي ثبت فظاعة هذه الآراء في المجال الطبيعي. اجى العلم الطبيعي وغسل هذه الآراء غسلا. راجعوا كتاب شرح حكمة الإشراق، هناك يقول انتم عندما توقفون امام المرآة تشوفون فتشي بالمرآة، منو هذا؟ يقول احتمالات، الاحتمال الاول كذا، الاحتمال الثاني، الثالث، الاحتمال الاخير وهو الحق. اكو فد عالم اسمه عالم المثال، كل شيء موجود في هذا العالم الى صورة في عالم المثال، انتم دا تشوفون ذلك الشبح اللي يماثلكم في عالم المثال. سهم في الظلام في عالم الطبيعة. اجى العلم الطبيعي واثبت بطلان وزيف اغلب هذه الآراء. في الحكمة الإلهية فد اشياء قايله: قدم العالم، دوام الفيض، العقول العشرة، نهج البلاغة موجود، الصحيفة السجادية موجود، معارف أهل البيت موجود، الكافي موجود. كم صرفنا من الوقت عليها؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً.